تقوم اليوم منظمة شفق بدعم مربي الثروة الحيوانية لمدينة جرابلس وقرية جرابلس تحتاني، وذلك ضمن معيار قامت به. طبعا هذا العلف مقدم بعدما قدمت منظمة الاي واي دي اللقاحات للأبقار والأغنام. كل رأس بقر 6 أكياس علف مركب، وكل رأس غنم ما يعادل كيس ل10 أكياس. نطلب من المنظمات الموجودة في منطقة جرابلس وريفيا بدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لما فيه غلاء بتكاليف الأعلاف الموجودة في المنطقة. خلصوا هالأرضية بعدين. بالنسبة لعدة كياس يا شباب، بس طالب من وين ما نحن.